في برنامج طلع على الام بي سي بعد صدى الملاعب، ما ادري جسمه نسيت اسمه، يقدمه واحد سعودي ينتقد وبشده محمد دعيع. كان ينتقد بشده ويحط مقاطع اللي انا وياه وهو يطبل ويغني ومقاطع من برنامجي، ويقول ليش طنشها وجاني انا. هو يقول انه ما رضى يطلع معاه بالبرنامج وسحب عليهم في حين طلع معاي انا. طبعا الاسطورة يطلع مع الاسطورة. واليوم رد دعيع بالتويتر ماله: اذا جاءت مذمتي من ناقص فهذا دليل على اني كامل. صح لسان عاش دعيع يغني، يغني عندي انا بس بجيو حليمة، ما يغني ببرامج ثانية. وكيف اذا ما يبيه